ازيك شباب؟ معاكم حلقه جديده مع اي ستيوب. جينا عشان نلعب لعبه ببجي، والنهارده انا عازم بومبو على مكان محبب الى قلبه. توقع مستني فين يا نوتي؟ مكانك المفضل. ليه يا عم؟ اهو يا عم منزلنا على حرف بوتشينكي يا نوتي. اهو يا عم، اهو يا عم، مش هزعلك. عايز تروح هنا ولا تيجي هنا؟ لا ما انت، انا هلم شجر، هتخليني اعمل كرافتنج. استنى هنا. ليه لا يا عم، تجمع وتجيب لك الاكس بتاعك، تجيب البيك اكس. بص الزقر بتاعك طاير ازاي؟ بص عامل ازاي؟ انت هتحسد يا عم فيها. هو اللي بيقول لي الاحساسيات. استنى بس ما اكلمه. استنى. خش يا عم هنا، خش البيت اللي جنبك ده. انا هخش ده. قشطه. اوكي. يلا عايزين بقى نظبط الجيم. هو بس بومب قال لي يا جماعه ننزل احنا ببوشينكي ونجيب الجيم. قلت له خلاص قشطه. صح ده، مش ده كان كلامك؟ يا نوتي عايز ترميني ببوشينكي؟ اهو بدأ القلق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ يا رجاله في واحد جاي من ناحيتي انا. معاك؟ مش عارف معاك ولا ايه؟ معاك ادوات ولا لا؟ معايا ادوات. ما تقلقش. اه شفته. وفي واحد تاني جاي من ورانا. في واحد في الشباك جبته؟ في الشباك اه. لا في واحد تقريبا اللي قدامي ده مش بوت. تقريبا. انا هنزل ماشي؟ جمد قلبك يا ابو اللزاليز. يا لهوي خلص. اضرب اضرب يا نوتي. نشي نوم. انا عندي واحد هنا. طلع مش بوت. اهو؟ لا. سيبك منه، ده بوت يا عم. اللي عندي ده مش بوت. ما انا جايه للي عندك. اللي عندك مستخبي. بص مستخبي هو، خد بالك مستخبي عندي بالظبط، مستخبي ورا ورا السور. الله عليك وحش. على نفسه. الله عليك، انا جبت واحد وانت واحد. الكلية دي بس روح يا بس. بس على فكره دول اكيد اتنين مع بعض، لا يمكن ينزلوا. يا حبيبي انا جبت التاني خلاص. ايه الاتنين مع بعض؟ تهزر. ايوه ما انا بقول لك، بص في واحد بوت داخل عليا يا عم. ده نوبي. تخيل. لا 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 لف وارجع تاني. خاف. عجيب ده. خاف. ما يقدرش يا ابني، عيب. خد لك هيلينج بس، وخد اديله اديله كمان. اخش له انا من ورا. لا 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 ما تنشنش يا عم، انا لسه ما هيلتش. بص الغدر، تعالى تعالى لبوت. طلع هنلعب بساكه النهارده ولا ايه؟ بوت عجيب والله. بوت غلس غلس. في عندي شيست تو لو عايز. لا البوت معاه حاجات زي العنب والله. راجل محترم جايب لي اللوت لحد عنده. عايز ايه تاني؟ يا نوتي يا نوتي. يلا بقى ننزل بوشينكي، احنا سخنا خلاص. معايا عربيه. ما انا عارف ده احنا على حرف، ده احنا على حرف سكول. يا نهار ابيض. طب تعالى ننزل بقى بوشينكي يا معلم. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى. تعالى سوق. طيب يلا. بص النوتي سوق يا عم. اركب. طيب انا مش معايا ذخيره خالص. ما انا بقول لك اروح ليه؟ انت جاي تهزر؟ طب روح لوت هناك. هندور وهنجيب، هنلوت من اي حته. اه ما ينفعش تخش بوشينكي كده، انت هتتفرم فيها بشكل. انا لما جيت لقيت البوت ملوت وانت ملوت والراجل ملوت. يا نوتيات والله واخدين. بص بص النوتي سابني ودخل يتعمق على. يا لهوي خش البيت اللي صوت رجلين يا راجل. والله بوت ده. لا قول لي. لا 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 لقيت واحد لابس اسود يا عم. استنى بس اديله بال اديله بال من غير قلق كده. ايوه يا عم بوت يا عم. والله كهربتني يا عم. ايه ده انت سرقت يا نوتي؟ شوف ده حظ المبتدئين. ماشي ماشي. اسرع اسرع اسرع، ازعلك انا في الاخر. انا لويت البيت ده. تعالى ناخد العربيه ونتحرك. بس في حاجه ترميها يا عم انت. ما انا اللي برميها مش بتعجبني. هشوف شوف شوف خليها بعد كده، في الاخر هتحتاجها يا نوتي. في حد تقريبا جه عندنا تقريبا. شاف رجليك دي ولا رجلي؟ اهو عيب. ايوه ايوه. في واحد تاني هناك بس بوت برضه مش عارف. هو النهارده تحدي البوتات ولا ايه؟ والله دول ورا بعض ولا ايه؟ في هنا. بص بص ولا ايه؟ مالهم؟ ايه الله عليك. اربع بوتات زي العنب. اربع كنت تعرف. بس بص مقطع العيال والله العظيم. انت محظوظ مقطع البوتات. يلا هيخلوا جالنا واحد بجد هيقطعنا احنا. تعالى يا جدع. عارف ايه اللي عاجبني في كل ده؟ ان انا عمال الم بس. انت عازم. ايوه يا عم كده معايا، مش محتاج اي حاجه تاني. لا احنا محتاجين بقى نروح للدروب اللي نازل ده. قشطه. هد بقى ثلاثه او اثنين. بقول لك المهم انت جبت اسمه ده. والله نسيتني يا عم. جبت ال جبت ذخيره ولا لا؟ خلص يلا. جبت يا عم جبت كتير. طب اركب. طيب
يركب عشان الدروب هينزل دلوقتي. خلاص ركبت اوعى انزل يا نوتي انزل. يلا اركب. ركبت. يلا يلا تعال بروح للدروب. ايه ده كده حاجه حلوه يا رب. ايوه تتفنش ونخلص ونخلص منك. يبي لا 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 اوه ده كده هتفنش فعلا. لا 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 بتقلقش انا بس نزلت على دماغ. اوه ده بوتشينك جنبنا على اليمين. اه بس في حاجه انت معاك خزه واحد. الله عليك يا بطل. يعني لو واحد تف كده هتوقع انت صح. دونت وري ماي سان. ايه هيضربني باستك والبنك. ليه لا والله. خلاص يا عم احنا اللي بنعمل الكباين. تعال نروح يا عم نقعد هنا ونلوت ونعيش حياتنا. الدروب بعيد وخد بالك عم ننزل في البحر ونعوم هتكون انت اتفنشت يبقى شكلك وحش وهتصعب عليا. مش عايز كده على فكره. انا جايب كلتين. ايه نعمه ورضا يا عم هتطمع. اه بس في واحده مسروقه يا حبيبي. ها عادي عادي. آه لا ما تتحسبش. هاخد من صديق عادي عادي. بس ايه رايك في لعبه بومبو؟ لعبه كنوتي يا ابني. انا لسه مخلص على 3 4 بوتات يا عم. عايز ايه شفت بقى انت مش واخد بالك من ايه؟ من ايه؟ ام 24. طب حلو. انا ما بقول لك ماليش في السنا. واللي انت واخد بالك انا قلت لك من الاول خالص ماليش في السنا والله. جاي جاهز. وايه بقى همشي واسيبك. ها خليك يا نوتي انا لوحدك. لا ما تمشيش. في واحد في واحد تحت مني بيشتغلني. ضحك عليا والله بجد. في واحد تحت مني سيبول. هشيله لك بالعربيه. بعت لي بوت. مش عارف. اه بوت 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 بوت. سيبول سيبول سيبول. انت جاي اشتغل ايه؟ يا نوتي يا نوتي بتستهبل. يا دمشك والله. ايه البوت دمشك. يلا يا عم الدروب ده يكون من نصيبنا باذن الله. ماشي يلا يا رب. يلا شباب بقى لايكاتكم لابو الاسايس لان لغايه دلوقتي مقطع البوتات. والله انت شايف ايه؟ ها؟ انا شايف ان انت قطعت البوتات فعلا. والله مقطع جايب 5 بوتات كله هيت شوت. انا ما استنى استنى اشوف بس الدروب نازل فين؟ لسه ما نزلش؟ الثانية اكيد. يعني لازم الكباري؟ حاجة غريبة يا جدع. كباري كباري. لازم نعدي على الكوبري برضو ده. فاهم اللي هناك. تشرب يا نوتي؟ الحل الوحيد ان احنا نمشي من فوق الكوبري بالعربية. هو ينفع يمشي من فوق الكوبري بموتوسيكل؟ اه بس يعني بس كده انا ما فهمتش اي حاجه. اه خليني الاول اما انزل امن لك المكان عند دب السنايبر. ايه ده انت عايز تنزل على الكوبري؟ يعني ممكن يا عم استنى هو الدروب قدامنا مش محتاجين نروح لكباري صح؟ هذا الطريق الثاني. يا حلاوه انت بس خلي بالك تصدق في عربيه مش حد قدامنا. في عربيه مركونه على الشمال اول الكوبري. مش عارف تبع الجيم دي ولا لا. تبع الجيم هيخلق اتعمل فينا كبيت. دونت وري ماي سون. ماي سون راح يعتزل ببجي. دونت وري انا هبص بجنب على طول اول ما نعدي. الله عليك. عامل كده. الله عليك. يلا يلا كمل. خش على طول. خش عليه وهنخش. اه في عربيه ما تقلقش. خش 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 عليه مفيش حد. تمام. ايوه خش لك انا البيت ده. حلو. امن ظهري يا نوتي. لا انا اخش البيت ادور فيه لوت ولا لا. ماشي جروزه. فاهم؟ حلو. خد الجروزه اقوى من اي حاجه. حتى. يلا في هدا او شست حطهم. عايز حاجه منهم يا نوتي؟ اركب بس خلاص. العربيه واخلع. يلا يلا اوكي اجري. يلا يا ميسان بسرعه يا ميسان. هسيبك يا ميسان. يلا احنا على حرف الزون المفروض نطلع فوق حته عاليه. المشكله انا معايا سكوبات ومعايا الاي كي فاهم معايا الجروزه يعني شغال. رايح فين هتنزل البحر؟ لا لا باخد فسحه كده. ما احنا معانا بنزين كتير يا عم قلت افسحك. خش البيوت دي. طب معاك سكوب 6؟ يا ريت والله. بقول لك معيش ولا سكوب. تقول لي معاك سكوب 6 تهزر يا ابني. طب ادي لك سكوب 4. يا ريت بس انا المشكله عايز ام 4 او معاك يعني يبقى حلو. في دروب تاني هناك بس بعيد. ايه الكلام تيجي نفس الجزيره. يلا بينا. تعالى يا معلم خلاص النهارده بقى هنلم ايه نفنش على بوتات ونلم دروبات. لا لا سيبك من الفلير انا بس ركز في الدروب اللي نازل هناك. بس صدق شكله في حته مفتوحه في قلب المطار. شور شور ماي سان. يس استنى بس هجيبها هجيب الاسري اسمع كلام. ايوه ما تسيبوش. خدت السكوبات. السكوب 8 معايا. السكوب 8 معايا. ماشي هاخد هديك سكوب 4 واخد سكوب 8. طب خد 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 بسرعه انجز. يلا خد اهو. يلا هات. يلا خد. ماشي قشطه. انت خايف يعني؟ في واحد جاي. في واحد جاي من بعيد شايفه بوت برضه. ايوه ايوه اركب اركب واجري. انت جاي اشتغل ايه يا عم؟ ده بوت يا عم. انت جاي اشتغل ايه؟ تعال انت ورا. اصحابه جايين.
اصحاب البوتات يعني. كده عليك جيش بوتات يا نهار ابيض. بقول لك الاي 3 ولا الجروزه؟ لا لا الجروزه اقوى. انا كل الاسلحه معايا مسافات قصيره. لو اجيب بس الام 4 عايش كده. معاك انت؟ لا مش معايا ام 4، عمال ادور لك عليه والله. يا ريت والله بحلم بيه، بحلم بيه يا بومبو. دونت وري، حتى لو مفيش ام 4 بقول لك اللي اسمه بي بي 19. ايه كلام؟ ايه ده بي بي 19 ده؟ عارف صراحة اسمه كده، اسمه بي 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 بي. هو بيحب الناس بتدلعه، تقول له ايه انت جاي بي بي بيبي. تصدق المطار اول مره اشوفه شكله جامد بصراحه، فخم ده المطار ده. انا كنت بايت فيه. ايوه يا عم تلاقي ورقك مش خالص صح؟ ما كانش معايا تذكره. معاك تذكره؟ ها بس نكبر له بقى ده. حلو. طب ما نخش نلوت يا عم، ايه الكلام؟ احنا كل حاجه هناخدها، سيبهم شويه. تصدق في بيوت عندنا هنا؟ يا ريت تبص لي عليها. وانا هحدف قنبله الدخان بس مقفله. تمام، هدفت قنبله الدخان. لو معاك قوم هدي لك سكوب 8. معايا واحد زياده لو لقيته. بس لو انت بس امن قشطه. اوكي دونت وري ماي سن. لا في ماشي احسن من ده. ماشي في تشيست 3 لو عايز. ماشي يا سلام، انا لابس تشيست 3 اصلا كده. معايا حاجات جامده يا عم، هنظبط العيال. يلا هيختخ تخيل اخر الباقيين يبقوا يطلعوا بوتات. لا 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 مفيش بوتات، في فلير جان اتضرب. ما ممكن بوت يا عم بيستهبل بينحرف. ايه بوت هيمسك فلير جان ليه؟ رحمينا بابجي. نكمبر عنده اللي يجيبه نفنشه بالمره ولا ايه الكلام؟ مش عارف ليش حد هيجي لل واه مفيش حد خالص ليه كده؟ اركب اركب حضتني يا عم اركب. والله يا عم استنى استنى عايز اعرف الجبل ده. ده احنا تحت، ده احنا مش فوق. الجبل مش في الزون صح؟ طب احنا ننزل عنصر مفاجأة. ممكن نخش بيت من البيوت دي؟ عند الكوبري، تعالى احسن في البيوت اللي هنا عشان ده عند الكوبري هنبقى فضيحة. الصقر عمال يلعب والله، شكلي في حد قريب النوتي. دونت وري خص حذرك بس ان المنشقة. انا مش متأكد، لا مركونة حد راكنها قدامي على طول عند طرف الزون السوسة. اكيد عند الكوبري في ناس. يمكن كنا عاملين كمين. تيجي نصطادهم. استنى يا عم هو الزوم بدات تتحرك؟ لسه بدات تتحرك هتقفل. أيوة. عندنا بس عبيه ما اتحركتش، يبقى شكل عيال زمان مش تقريبا. في واحد شفته على فكره عندي، في اتنين على الجبل واقفين. حلو. اقول لك فين البيت اللي انت فيه عليه ده. لو معاك الام 24 هم عايزين بيشيكوا، خد بالك فاهم. بس تكلهم تعبانين، احنا ممكن نلف لهم من ورا ونغدر بيهم. اشوف معاك كاتم بيضرب عليا، بيضرب عليا ومعاه كاتم. هو شافك على طول ما شاء الله. عارف مكاني ده، هو جاي لي. نازل لك؟ لو نازل لك هفنشه اول ما يجي. نازل لي هقول لك. حلو، تعرف تسحبهم لتحت؟ هحاول. ممكن اخش البيت اللي ورايا ده. ممكن اطلع ورا الولد. الولد عامل زي الارنب، عامل لي يقعد وينزل يقعد وينزل. ده هم واقفين في الزون واحنا عايزين نطلع براها عشان. لا مش واقفين دول بره الزونه يا حبيبي. في اتنين ورايا اهو من الناحيه الثانيه. يا راجل كمان؟ والله. ايه المعجنه اللي انت فيها دي؟ يا لهوي على القلق، دول كلهم عارفين مكاني جايين لي. بص انا ورا العيال ممكن اجيبهم. الورا اللي معاه كاتم ده. في اتنين كمان على شمالهم، بس كويس هم بيضربوا في بعض كده. بس كده هتبقى فضيحه لو ممكن اخد عربيه ونجري. ماشي احنا عايزين ندخل جوه. الزون صغيره قوي يا جدع. ايوه طب احنا ممكن نلف من ورا العيال دي. تعالى بص، تعالى 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 عند العربيه. انا ممكن الف من ورا ظهرهم فاهم. معاهم سنايبر في ظهري خد بالك. هم شافوك وانت ماشي؟ لا احنا ممكن نلف من ظهرهم ونخضر بيهم، هم اللي عايزين فوق الجبل. اوكي بس اهم حاجه ما تبانش ليهم فاهم. اوكي والله فيهم حد هنا في وشك. هدي بس. شفتهم؟ واحد حدف قنبلة. حدف
فينهم شايفني دول؟ هو شايفني اهو قدامي اهو رمى قنبله تانية. ما تجيش انا 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 حذف يا نوتي جاي لك من يمين. الله عليك مع واحد صاحبه في نفس الحته. اخ أوه. لا 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 استنى استنى يعني العيال حافظه مكاننا يا جدعان. استنى استنى يا ابني هيتفنش في الزون هيتفنش في الزون لازم نطلع. بس 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 لازم هيتفنش يا عيني حبيبي. اه نحي نفس على اخر حته بس. لا في عيال كانت بره فعلا بره هتجيبه. أيوة دلوقتي في اتنين بره. بص لا لا بس بس جود جيم والله جود جيم يا ابني من اول الجيم كتر خيرنا والله. لا بس بيجري ازاي رجله شد عليه. لا مش نوب مش نوبه بيتسحب السوسه اخد الابره عشان يصحصح بس زميله اتفنش. هو ده اللي انا عايزه. تعالوا شباب انا عارف لحد هنا في العقبه كده. فيديو ما تنساش باب اللايك واطلب منكم تشتركوا معانا في كونتر السكرات معانا. نشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. الله سلام.